أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق للضربات الجوية التي شنتها روسيا مؤخرا في سوريا. البيان دعا موسكو لوقف هجماتها على المعارضة السورية والتركيز على قتال تنظيم داعش. محاربة التنظيم المتشدد الذي يحتل أجزاء واسعة من الجارتين العراق وسوريا يبدو أولوية في عيون المعارضة التركية. يورو نيوز التقت زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليشدار أوغلو الذي قال: إذا تطلب الأمر يجب القيام بعملية عسكرية. لدينا عدد من المقترحات لمحاربة داعش. حزبنا الشعب الجمهوري سيصادق على أي قرار برلماني في هذا الإطار. هذا وقد مدد البرلمان التركي في أيلول سبتمبر التفويض للجيش للقيام بعمليات عسكرية في كل من الأراضي السورية والعراقية عند الضرورة.